تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع شركة سامسونج، أحد الصروح التكنولوجية العملاقة في محافظة بني سويف. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين شاشة سنويا، يتم تصدير 85% من منتجات المصنع، والنسبة الأخرى يتم توزيعها محليا باستثمارات بدأت ب 270 مليون دولار. ويعمل بالمصنع نحو 2000 موظف، جميعهم مصريون عدا 11 موظفا كوريا.